وبطبيعة الحال أقدم مع مجموعة من مؤيديه على مراوغه غالب المقاومين اللي كانوا عندنا، أعطوهم أخبار يعني غالطة، نزعوا لهم سلاحهم وتعطى للجيش الفرنسي. الجيش الفرنسي اللي كنت نحكي لكم عليه درجة 2500 قطعة سلاح، ربي يعلم فقط كيفاش توجدوا في تونس. وهذوكم اللي فرضوا على فرنسا وقتها مش إرضاء مش يتناقش مع بورقيبة، هو مازال في الوحدة في النفي. على كل في تونس بطبيعة الحال رجع صارت يعني فضيحة هي لا محالة، ولكن شبه سرية، فماش يعني الصحافة ما فماش يعني دو بلاش فيما بعد مش تصير وقت اللي يتم. تداعياتها كانت خايبة برشا، لكونها العملية هذه العملية المخزية هذه يعني جات فرد وقت هي واندلاع الثورة وخياننا الجزائريين، الثورة المجيدة ما قولوها متاع أشقانا الجزائريين. 1 نوفمبر 1954 وتسليم السلاح صار في أول ديسمبر 54، يعني شيء بجنب بعضه في باريس. تفرهدوا الجماعة بطبيعة الحال واعتبروا تسليم العملية هذه يعني تدخل بورقيبة ونجاحه في العملية اعتبروها أصدق شاهد إخلاص، قدموا بورقيبة للدولة الفرنسية. هو فعلا بورقيبة قدم لفرنسا، قدم لهم يعني نصر اللي جيوش فرنسا ما أمكن لهمش مش تحصلوا عليه في الميدان.